بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس التاسع. فضل عشر ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل عشر ذي الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأشهر المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، وكلا الأيام أمر الله بذكره فيها. أما عشر ذي الحجة فذكر الله فيها يكون بالتكبير والإكثار من التكبير في عشر ذي الحجة. إذا دخلت العشر يبدأ التكبير في أيامها ولياليها، فهي أيام مباركة، والله شرع فيها التكبير من حين تدخل إلى نهايتها في اليوم التاسع. اليوم التاسع لغير الحاج، أما الحاج فإنه يشتغل بالتلبية من حين الإحرام. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قال الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وجمع بين الصيغتين، فإن هذا زيادة خير وزيادة فضل، فيكبر بين الحين والآخر ويرفع صوته بالتكبير في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي المجالس، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة، وفي ذلك فضل عظيم. وكذلك مما يشرع في عشر ذي الحجة صيامها، صيام عشر ذي الحجة، ففيه فضل عظيم، فيجمع المسلم بين عبادة الصيام وعبادة التكبير، وإن اقتصر على إحداهما فله من الأجر بقدر ما فعل، والله لا يضيع أجر المحسنين. المهم أن المسلم يعرف قدر هذه الأيام فيعظمها ويكثر من التكبير فيها، وإن صامها ففي ذلك فضل عظيم أيضا، وإضافة خير إلى خير، فهي أيام مباركة، وهي مقدمة للحج، فهي موسم عظيم استغل في الطاعات والعبادات من تكبير وصيام. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت العشر يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته. فعلى المسلم أن يستشعر خيرية هذه الأيام وفضيلتها، فلا تمر عليه بدون عمل صالح، والله الموفق.